ماشي ترزيت في بو ونترزا في امي في الليل، نترزا في با في الصباح ونترزا في امي في الليل، ما يمكنش. انا سانا عندي وليداتي صغار، وليت خايفه على راسي وخايفه على وليداتي، دابا اللي كنطالب تقولي غير امي سلطه موز عارفه تقولي سلطه موز على ديال سلطه موز زاد عليها السكر وزاد عليها يعني امي قالت ما فيه. اي دابا ما كتشكي بالصدر، ولات كتشكي دابا بالصدر. هذا الاخ الوالد ديالي هادي دابا تقريبا 10 ايام هو كان مريض، ما بانش عليه الاعراض نهائيا ديال الكورونا بحكم العمر ديالو، وديجا الوالد عنده مشكل في القلب. الاول البارح تزير عليه الحال صافي، جا راجلي جا الاخ ديالي ديناه مولاي عبد الله، داروا لي سكالير خرج بانو عنده هذاك المرض، داروا لي الاكسجين، داروا اللازم. كان التنفس عنده طيح حتى 19، يعني ما كانش تنفس. بقاو معاه وبقى معاه توصل 97، قلنا الحمد لله اللهم لك الحمد راه ولا بخير، قالك غادي نديه لبن سليمان. وفعلا البارح داو لبن سليمان، بات في بن سليمان. الغد لي صباح كنتفاجئ بان الوالد ديالي توفى. هادشي اللي كاين. ودابا الوالده ديالتي حتى هي مصابه، خرجت لها تحليله بوزيتيف، خرجت لها بوزيتيف تحليله من ربعه، وحنا كنعيطوا. الوالده ديالتي مصابه بالسرطان، مصابه داء السكري، وعندها الطونسيون، وكتشرب الدواء ديال المعده والدواء ديال المسران. يعني الوالده ديالتي عيانه دابا كتمازمه، بغينا دابا غير عتقوا لي امي، ماشي ترزيت في با في الصباح تفنتو في صندوق ونتفنت امي في صندوق. لا لا يعقل، راه دقه وحده راه كتقتل، ما بالك واش دقات في نهار واحد، راه ما ساهلاش عليا. دابا انا اللي كنطالب عتقوا لي الوالده ديالتي، اللي كنطالب يجيو عقموا، ماشي عرفوا بان السيد في كوفيد ما سولوش على المخالطين، ما سولوش على الناس اللي معاه في العمارة. يعني وطبيعة الحال غادي يخافوا، وسيرتو واحد جوج السيدات ما كيحيدوش مع الماما. انا كنت كنجي من الليل لليل، ضليت معاها السبت، ضليت معها الاثنين ثلاث الاربعاء، جيت عندها الخميس ما جيتش. الجمعة قالوا لي راه مشى للسبيطار ما شفتوش الوالد ديالي. دابا الوالدة راهي كتألم، كلشي كيضرها، كلشي كيعكرها. دابا اللي كنطالب يجي عتقوا الوالده، ما جا حتى حد. نورمالمون ملي درت خرجت لها التحليله بوزيتيف، نورمالمون خصها تلونص السلطات يجيو، ما جا حتى حد اخويا، ما جا عيطنا، ما جا حتى حد. الوالده ديالتي هي كتالم في صمت، ما قدرت ندير لها حتى حاجه، ماشي ترزيت في بو ونترزا في امي في الليل، نترزا في با في الصباح ونترزا في امي في الليل، ما يمكنش. يجيو يديروا اللازم ديالهم، يجيو عقموا وديروا التحاليل الناس اللي مخالطين معاهم. السيده دارت تحليله اللي كانت كتجي عندها ساكن نفس العماره، باق ما خرجش ليها 48 ساعه، قال لها عاد باش خرج. والسيده ديجا مسكينه هي عندها طونسيون داك الواعر. انا عندي وليداتي صغار، وليت خايفه على راسي وخايفه على وليداتي. دابا اللي كنطالب تقول لي غمي، انا كنقول باقا صغيره عندي المناعه غادي نقاوم، ما عنديش شي مرض مزمن، ولكن الام ديالي راه عندها امراض مزمنه، ماشي غير مرض واحد. يجيو عقموا، يجي يديروا اللازم، يجي عتقوا لي امي ولا اله الا الله محمد رسول الله.